انه المخزن النواني تيلوقاق في قيمه فاروج الشات خمرت كاكي وثيقه رصنيقه مرغان. ورغم ذلك انه من يوقع انا ميوز ما ينصب الحراك لان الحراك مخلقه قوي قوي حصن يحصن تسمى معنا يحصن الحراك يعني جميع الجنبات ما خصها تهذب يتوحصن فبالتالي خصنا غنفتخص الحراك وانيتي ولهذا قار على انه شو باش يعني ناصر سمح لي اش خوار اش تاريخ ماركيا المسائل نقد تما الماركية النينث ويعني لا تؤثر على الحراك الشعبي لأن الحراك الشعبي ينبثق زيد منازل زيد كادحين بوبريطان يعني وذان ذو ضاص غيغس يعني الأشخاص لا يهم أكيد شوف مخ نلقى من غاتشمين السور نلقى أن حراك مبارك مقدس عظيم ما قدش ينفض النتيجة فقط من أجل تسمى التشعير سوى ورق الجمل بالعكس نزار أنه الحراك مبارك من فضل الدعوات الأمهات فمن وقع بعض التسريبات من وقع الأوديوهات صراحة حتى نرى اننا تما مين ما خسر شو رينو يمغا شو خسيد يا سي ماريوس دغيو ماري في وشي يسقير نغي نغي سي ورقي الغايب فين فين غفرت له وسمح غازير جغورينو لانه ما غاش المعركه ينو قر مخزن نيشي جو سمح شي هو وذر مخزن شت شمي ديال القادر مخزن يعني صافي تما وصافي وين زار بوشي يعني تما لا حل قر مخزننا من غير انه اذن يحقق حقوقنا اذ يعترف الجرائم ناس اذ يستصرق شاوشين صغاط ماف اذ كيني فعلا تما تعكبر الجرائم في حقيري في النافيه لان المعركه النهار مغلقه باش تتوي ست شهور شفت في هذا الشارع تنظل زري شحال المخططات شحال تي باش نصف الحراك فيفشل المخزن رغم انه خدمنا 24 ساعه 24 ساعه شي الحمد لله هادشي من تكمل الاشكال فينا كنطاح تصيد كخنغيص ما غا ونشي يا بوبري ونشي حد ونعد حد ونوخا حد ونكاتين فيه ما غا انت مين تاح تتصل تحس انه يجي الواجب يراك غانا غنكيت وفيه وش ان شاء الله مالا انت غنفقانكي فلهذا السيتي مغي ايت مثلا مرا تما غايشي المكانة داخل القلوب انسان اثبت المنايا غير كنسي المنايني لانه صراحة نشزر بان الحراك الله يبغى ويتما يخصنا نبقى نسوجد نسوجد مو خاص غانا نستقبل ايتما تبغي تغيس في اوروبا لانه ما غايتما تما اوروبا قبيل الله العلي عام ماتش ملي يتبارع غطر من يدين الطنقات حسابنا يا يتما تحسب الثواني من ميد غاخضر ضعيفة خصنا غشي نحس تما القلعة غتنحصن مليح وفعلا محصنة ولكن انا نحصن باش نهضر وانا يثم ثنا هذا هو نعم مسيري ذاتنا يثم سنتانيتي مستعدين المعركة غير طويلة إزغاز يغنسف المخزن غا عفانا نصير نخ بزاف ذي وذان ذي يثم ثنا تسقسن مخي تعيش نصير ما يتغي ما قير قهوة عادي ذي وذان قانش زعما بلي نصير يمكن وزما ذي قمامية غامي وذان ترانكيلو يمكن نقتل تعجي الجين يخي تبواذ يمكن حاجة فخي الله نصير النخ هذا سنتين ذي جنو وارد هي يثم ثنا خاشي تسقسن يعني ذا يسنا منوس اكيد يعني اكيد باش سنتو الجديد اكيد بعدا شفتينا الصراحه شفت تقنعي الاسئله تسقساني ولا التناقات فارحه حسيت غنه اي ثما واخا تجي شي زباب هذه ما سلام وما واخا تجي زباب هذه ما غاي ثما نظني شويه ثما نظني الام نظني كي جات تقدم تخاك فين فين فانشاكم تينا صراحه وزعما والله ماشي تملو قالوا ماشي كذبا ديجا الشخص ديجا نسخي لك كوادي كامينو وفيه كوا هادو داري الخبر يسديني سقسيني لو واش كنت شي حدا كذب سوزاتي ني غنشوف نيش الامنيينو انه استهدف في سبيل عارفة ونيتي ولكن الى حين تنحقق لنا ثنا اش مرا موذ خارف ونيتي وادي جمع انتصار يبغى مخ موذ من اجداد النار ميخا وكذا الموت مرحبا بها مرا وشيت فداء يا رفا مرا تفدي غيث مرا شو يثما انه شقاخ تكاخ انه زار مرا انه تسر موت يعني مرا تحقق شن حاجه هي يثما استفد خذنا تما مقابله المثل فاهلا وسهلا ثر المفخره وتجيشين تمثالي ان نوخا نعاد نغدي نقال فاكيد المعركه من باش تسلم انه يجي معركه مغا وانا من غانا لانه الحمد لله فينا القناعات فونتي تزير الجغور النار حبا يعرف النار حبا يثمثنا غسو يثمثنا غير ان المعركه يا ثانيتي يجنو معركه شوفوا مين غيجي الحاج انه تخيلوا معي انه ست شهور تما واش تعدا شي حركه احتجاجيه ست شهور ما يقارب ست شهور انطفوا رغم كل المخططات الا انه فشل وسال ماشي ما غير السبب لان يوذا صافي اقتنع وفين خفزنق الحركه وفين سمحي سنا انه الحركه وانيتي ذي الهدفين واضح وهي تحقيق مجموعه من الحقوق اللي جات تما عادله ومشروعه مطالب اقتصاديه اجتماعيه ثقافيه ورفع العسكر وذي حد غيتزايد نخنق انه قال لا قصاص مقذ قايد يوذا نطفوا مطالب اللي جات عادله ومشروعه كان من فروض الدوله المخزنات تحقيق تنقي في الوقت تما اعذا وتجيش 2017 عاد من الطالب جامعي ناصر النخ اشوش كجدي سكتي كوني نجد ميس ثروكوث وتغير نجد ميس نعرف رنش ثروكوث كذا حركه احتجاجيه ساكنه ثروكوث وغاس مغير سراني ثنيه ولكن المطلب الاساسي والاول غا ساكنه ثروكوث
هو انهم التحقن غا اقليم الحسيمه لانهم ما تبعني في عماله دروج ثاني داك سراكواج الناظر داك سراكواج من دي سنتقاش كي جنتبرات هي فروكوث هي زونه التحقن غا اقليم الحسيمه بعد زي الموقع وانيتي زكون كان وانيتي تحيي غيث مثلا كي فروكوث غا خنهان ميان كارو يا وانيتي الكم من ميزات فغنا من بالله ري سبحان غورنا السنا غير قيمه غير قيمه شو مزرق الكم من يقع قيمه كدري قيمه ضحكه ما السنا خير من مخزنيان ويمو الزاكطا شحف الله تعالى هما يعني يمو الزاكطا فثروكوت كومون انت يعني قريبه غير ندير الحسيمه الناظور ولا الدريوش هو جزء لا يتجزا ذلك ولكن قا بحكم انه ثروكوت تقرب للحسيمه لشقياك المنطقه تسمى اقاي انه اي مثلا غير تابعين الحسيمه وتجي لانه رزون سبعه خينا لان الدريوش غير مثلا بحكم انه رقبناه مريري كيخصص هذوك شحال كيلومتراج فالحسيمه دول ساسن اقاز المنطلقه من انطلاق نشي لان انت مخزن وانيتي الجزء يجزا من هي الجويري فينا ثني تاع شو تنتج مع شي مره فانش تعتقد انه وقياك المطلوب وانيتي لانه تفهم مطلب عادي هو مشروع انه مثلا غادي قال الحسيمه كومو ذا ندي الحسيمه ذو اساسا احتاج يدير شقه مي خبرني تما غير مثلا اما الدري واش دايت مثلا غزاز المخلص قانو تما تنسمع ونتحيا مثلا في المواقف نسن تحيا مثلا في الخرجات نسن كما نتحيا جميع المواقع بدون استثناء ف هي تفضل اجن روح قبل ما نختم اجن تبراتي ويدو ناري نشقاخ نيشا من جميع النشطاء نلقى على انه اي ثما المعركه المخمره الحراك المغمره وانيتي حراك يو في التاريخ يو في التاريخ سميقان يو في التاريخ يو في التاريخ من بابه الواسع فاعتقد انه ما لدينش حاجه تتنق باش تسمى غنصبها الى المخزن بلي لانه قوية مزيد من الالتفاف في الحراك هو مزيد من الالتفاف في الحراك وانيتي لانه هو مخزريم من بعد ما يفشل المخزن ديال القمع من بعد ما يفشل ديال البلطاجيه يستخدم البلطاجيه من بعد ما يستخدم مجموعه من الاساليب كي تجان تعفانين يدور من غيك انه تخرق الحركه بين قوسين قنص ضمير ونشينا مخني غير ظنات انه الحركه هي حركه مشبوهه بحكم انه تسمى الايادي الخفيه كسيت عيان معروفه انه دكان سياسي من بين الدكاكينه هو دكان البام يكجن من بود ثانيتي ديال المنطقه يا ثانيتي فسي الموقع وانيتي قاغي يا مثلا ديال القاعده كيتجن القاعده ونفسي كل شيء خي وثاني كيتجن كي مراكز القرار داخل تسمى الدكاكين السياسيه اي اسمها اي اسمها ما لانيش الانتماء فالانتماء للريف ما لدينش الانتماء انت من غريب ما لدينش الحجة فانت من ياريف مغا لانه عارف مغاخ الدكاكين فينا امغاخ الدكاكين الدكاكين وقد من توالو الدكاكين ضحك مخنا الدكاكين ساهم انت كان مخزن في اغتصابنا خمر العود مغادي كامل شوي كيلو كيف يعقنش داري في انت مثلا احس باستقلال ام خذسنا عبد الكريم الخطابي رضي الله عنه وارضاه حينة مخاصقا حينة الاحتقلال مغا لانه هو الحسبة ونتشاهم الى ثم تصفية الصراعات نسيه تقاري اغتصبوا في مغاربنا واش نيش فون عام سيدي على المقبور اللي اغتصب جدين وقال انت مي غالحسب يزعل ما انا الخير غير راجي زيوا انا حروق مثلا العداله والتنميه العداله والتنميه كهانا من النانا نبذ النانا ابري من انسان مغسقان في ديس بالدم اطحب حسب البان مين غير حسب البان اي ايثما اي 50 قاين نوجي وخا شو كي جيتي الشغل اوامر فقلت له انه ايثما زوغاكم الخير حسي غير انه ايثما غاقاسن مغسقان كي الدكاكين تفخن انه يثني سي 5 وتشاركين شي القرارات وتشاركين شي فبالتالي يستوجي بزاف نروح نشكيري فيما نصحى يا ويا فقاكم يا ثما انسحب مزيد دكاكين انسحب قد دكاكين عباره عن حفاظات وبومبيرسات وعكاز النظام المخزني يتم من ملاحظ وضغط انت عكز باش ديال واخني اقر وخا نهارا عام سيدي يفقد ما يسمى حركه الضمير امري غاصن الضمير هنا غتفو الظهر امري غاصن الضمير هنا غتفو السوير ولكن كومو هنا الهدف نسن العمال البطون صن فلا تما لا يستحيون اتفون ذاكينين قرانج الحركه في ظل وجود جنقايج الحاج قناص حراك الشعبي بالريد فما راح من البنود اللي جا الحركه يمي خدمنا بالله الا تسمى شيء يشمئز له لا 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 ولهذا بقى غير يسمع ساليتي بعد الحركه يا فهمتي خرقت تم الدين وليتي وقعت الاجهاض تسمى صافي ديني انتهت كمل الشغل يسمو غير زين اكيد اذا ما نلقى انه شي نحجث فالحراك الشعبي يرحب بالجميع يرحب بالجميع شرط انه هذه الروح هو مقرانه دافنه لتحقن الحراك لانه ما يمكنش كنعا مسيري يطبلوا ضد الدكاكين السياسه طوال الزمن يا وانيتي الدين فلو سيت غامخاصقه وزي الموقع وانيتي قاخ تخلي يوما قاخ تخلي يوما قاس تاك تاك فوق السن فوق واش ينفع حد واش ينفع حد اش ينفع الحراك الشعبي اش ينفع عارفينك الدكاكين السياسه ينفع شيء كما قريت ما فهم الله سويت ما فهم الله اسمح لهم فهم السن فهم لانه الحراك يستطع يحقق من لم يحققه فيه جار حوايج اللي قال من قال الحراك فالسؤال وانيتي اصلا بعد وانيتي نقال بعض الاخوان انا زعما صراحه غزابي اي منطق يتكلمون ويتحدثون من يحقق الحراك
وتجيبوا هو السؤال المنطقي اللي خصنا غنسائل انه الدوله ماني ذجع الحراك 6 شهور يتفرض الدوله غائبه اذا السنغال السن ديال قانون الجيش الدوله قانون كفيذاء ما معنى قانون كفيذاء يعني وانا غير تحكم الناس زوين غيعيشوا مليح 6 شهور تفرض نحقق بزاف الحوايج اول شيء نحقق هو انه ايريفين توحد الشيء الثاني وهو انه قاع مخيره المخزن ما يقارب 60 سنه غير الدعام بعض الجمعيات تسطخ بعض الجمعيات وكذلك الدكاكين السياسيه بدون استثناء من الف ملايائهم انه توكثس كلشي الخطين سيري الدعم الجمعيات النيذ مخلص قام الدكاكين باش تحتوى ناري فاظهار ديال المخزن انه عارف ما تحتوي ويسترثا المراه الريفيه فقد الى جانب كازينس دوماس من ميسا كيستشاك فالمسيره ان النساء كانت صفعه للنظام المخزني وسابعه انه مرض من الخطوات الوالي من ميدو فيمكن يمكن الوالي ضو اخر الشهور يقرصني وهم يتحجم ولو انه من باب يعني تما من داخل القانون تفل انه انت جزء زي المشكل وتجي شي حل زي المشكل تما الحل فبالتالي زرمي متزر دغيا دغيا يقارس حل ما نغ المشكل مغاس غير ويس خمسه باش ديال الشكوى ديال الداخليه هذه تما غادي تاذي قيم ديال وسط الينات هذه السيو لان قانوني انا مخنا وليس مثلا ديال القانون ونحيي بعدا ان شاء الله تعالى هما وتحيه بعدا بالمناسبه اجن تما مجموعه الاخوان إيكي كينيج المشاركة بخصوص تسمى زي ما هو قانوني تتم التواجد للوزير الداخلية أو الوالي المنطقة ناري في تينيقات خرجة تينس بين القانون يعني طلب أن تتوان أحييهم أحييهم أقيم مقاني طلب الزولة خدما وتحيي خنزي الموقع وانيتي فكذلك نلقى غايه ما شفت ما انه مجموعه المسائل اقشي بها الحد ناري بحريا بحريا شو شحال كان في المعارك يخوض الله حنا برا راح نذاهين ذاوقي وبتذي وذاك سنتي واحد ولكن الحركه وانيتي وميدي دار الحركه وانيتي يبا الحاسد الوزير ان ساغاكم 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 بصحتكم اي بحريين بالله رفعكم شكون ولكن يجن حاجه جف نقاط انه الحركه شنو غايكدا شكون مليح ولكن ها غازون سي مخاص غادي لا تنسفن احتمالا فقط احتمالا لا تنسفن قاع من داكم شنو زاكم تيت الصفر مخينا وارحاين على ما اعتقد مولاش تحغل في رحم ربي العالمين انك انكم شنو زيت زاكم تيت الصفر وقالوا خاد مانيني لا زوج قالوا غاد صدعناكم غاكم في رشي وين غاكم الدعم غاكم فين جيناكم من عام سيدي غرب ويدي تفكا مخيا تصبح انت خفنا عجبان عجبان غير حال ولكن غاكم ملي وقع الناس في الحركه من داكم كلشي كلشي تيت الصفر نساكم ومجموعه المسائل اللي وقعت كينات مسيدي الفخر قد يلوخ نعم مسيدي الوخاء من القاق من القاق من الغباء المخزن انه يتفكى ويتفكى شي رغم انه يدعي غاسم مؤسساتين شي خدمة تنتي ولكن انت دائما يستخدم العنف ما ينجل ما انا يجل مسألة انه الى حغا غايت مثلا غايت ماسين جبت لزاك شي حاج بصحتهم هاني ان والله الا نفع حصن حقا كانت مني بوفراح يحقاشني بوفروفاح كان ولا دمغار يحقاشني ولا دمغار كان يعني السي ميداش نخدم روخا مالا روخو السي تيسقيلو السي ما يتبولو ايوا قام منين درا الزول هادشي ولكن غانغيج الحراك قرص الحراك الشعبي بالريف خص انا ونسيو الوس القبليه لان انا نوض نسيو الوس القبليه الصافي انهزم انتهى لانه مولاي محمد تسمى خص المجهود مولاي محمد وتريح شي هباء المنصوره مولاي محمد يوحد القبائل وخص على نهج وخطى الامير الصنديد محمد بن عبد الكريم الخطابي رضي الله عنه وارضاه انوكا باش انا نوض نحقق لان غانغم دراسات مغاكارفه غانغ مولاي محمد مغاغص دروس دروس يهزم اعتى دوله استعماريه فبالاحرى المخزنه وليتي فما نعود ثم المدرسه المولاي موحد اكيد انا وضع نحقق من نزو لانه شي انا مخنقا ودي شي نفض نازو شي نحاش باش خنغ تزايد انت شي جنضني فهذا مغتقا الفتنه عاس شهور تقوم يش طلب غير الفتنه شهور تقوم يقراص نشرح حتى انا ما معنى الفتنه يا ما نفع الجومه كنت نشرح راكم شارح ما معنى الفتنه لغه واصطلاحا وقت ساكن الفقه وقت ساكن الدين قلتين قلتين راكم تي شارح ولكن عجزن لانه مخقاق دائما انه مخلص قان لا الى ثبوش هما في سقسو صحفي كان دي الناس ما معنى الارهابيه ورجم انما ما شارح حتى في التنسيق في سميتك الاراء كذلك مناني ما راه شارح منيتك الدوله ثاني امريكا شارح فتنه حتى منيتك النظام المخزني الثاني الفتنه كذلك هركنا نقي الحياه نغد الدعم 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 ورق راسنا وينديج الوثيقه ظهر بعض ما بياتك الصحافه الصفراء يجي جان السوار خ خ خ من الجنس الى الجنس المهم دقني باش تقن استقطاب غا الصفحه ثاني الدين فظهرت تبع لينا وقانا كسيدي قد دعم تنتي شي نتساءل ما نمشي تخدع طيب ماشي مشكل المغرب يتلقى الدعم من الاتحاد الاوروبي يتلقى الدعم من امريكا يتلقى الدعم من فرنسا من اسبانيا زي بطارق الخليج زي السعوديه وكذلك مجموعه من الاماكن زي اسرائيل التينيقات المهم بزاف الامور ولا ليش ما يستاور ولا ليش يقال لهم هذا منكر ان الشيء تسد غانا قالت القيم الدعم يا سيدي نقولوها خاين لهم راس الجبل اللي المروبي خو قايف قايف الجبل المروبي خو ما راه ذوي متيش الوثيقه قايف باش تغاسي يبغي يخفينو
سي صرع، ولكن كني وما تعثر المداويم الوثيقه ما تسيب يخليكم السيها. يلا تحدي للدوله المخزنيه في شخصي مخابراتها العسكريه والمدنيه، شي شكا من ذو القويه البشا والتين تين تين تين. نيغ الوزير الداخليه نيزي خفيز اولا من باب القانون، شكي خصي يشكا قضائيه لان التواجد ديالك انت تسير سيس من الخاص قال وراه حقي خصي على البرلمان راه كاين موافقه، شكا هذا شي موافقه تفقد هذه ديك الخناقه العنطريه. نعم. يا زو خنا غيوفدها تي خنا غادي يبين بلي راه انه ميزي غاتسلم ما انه العهد واني تعاد يقرع شاك العهد القديم الحسن الثاني، العهد واني على خطى ابي، فبالتالي نلقى انه عاد الوزاره الداخليه انت فيك ديال ام الوزارات، انت فيك الحكامه، انت فيك تعاني تستقر الوزاره في النظام، وبقى ما انه وقعت الدوله التغيير، ما التغيير اللي وقع؟ ثانيتي من جهه، ايوا يا سيدي نلقى ونؤكد وشحال كما عاود غاستورك القضيه يعني فيتنا ورا الدعم، نلقى ختي الموقعه ما رادين شي حاجه تثبت صحه الدعم انه اسبانيا تيشن الدعم، اسبانيا لو غاتفك غالازمان غايزلني. قال ازمان غازيه تخش الدعم شحال غتخش الدعم مارو غادي الجزائر كذلك الجزائر شنو الموقف فين وضحت الاكثر من ذلك القناه فرونس 24 ديوسين هين زايد خناغ لان تصفيه حسابات بين بوليزاريو تي شنو غاسم دي بغينا الفصخ المنصه تين زاد الامن تين ني شو ملي غاس الفصخ المنصه كنشي غنهضر مطالب اقتصاد ديال اجتماع وثقه في راس كره كتعاطف من الشغري وشي غاسم المهله 2 دقائق الناس خوا سانيتي ضوين لا من جهه الموقفين واش زي 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 مخلص قال الموقفين وزي زي النظام الحكم ديال الجزائر هو نظام ديكتاتوري فاشيستي استبدادي ارهابي وحشي ينق قايث ما تنغضني وزي الموقع عواني تنقى سيف ما تنغيك زي لا ذك كانت صغينه صغينه صح ما عادي تحكي مثل المعاق يعني عادي تحكي مثل وني تما بنادم قتل كاروس عاجلتي الا الجنرالات منين تتكام فلذلك نقى اتحدى من هذا الموقع اتحدى جميع الصحافه الصفراء وجميع مواقع الالكترونيه التابعه لوزاره الداخليه وللمخابرات انه مستعد ان اثبتتم واعطيتم حجه واحده على ما تدعونه قسما برب العزة ولا فوق الله قسما برب العزة سألقي بنفسي من أعلى قمة جبلية بالريف ولكن السنغيرة غير يمشي السنغيرة غير لأنه تشناكم عرفت أنه كيعطيكم هذا الشيء من مقرات المخابرة كما بعض الأئمة الذين يعني كيطلعوا على المنابر وكيجيب الخطة ديال الأخو راه الفتنة مات الفتنة أشدوا من الفتنة وكذا 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 فلذلك قضايا تما فلندعي المخاصقة الخلافات التي لا تغني ولا تسمن من جوع نعم الاختلافات سنة الحياة انت ثمية جا الام تجد او عايحة موشان او عايحة موش نتفق نشاكي يويا انا من غان الشيوة في اخر المطاف غنغيج العدو هو هذا المخزن انا وجهي بابا يسقيرا انا وجهي بابا السهام لان المزغاط مغضر ولكن جارتنا من غانا قعد ديسنا يصون في نصوص شكي فيسبوك وتجي شي قصح انا غادي الزرق اللي شاذيني غدا نستعلي مغالطه الطين ولكن اي يسمع قا غنغمعركه في مغار المخزن تو دي تصها شي سير عينس قا شوف القوات المساعده كاهي بوليسين اي بوليسين كاهن جدارميه جدارميه كاهن الجيش ولكن هاي سلقا قايينين الاعداء تي تمونن تاع النسقين وكذلك ومثال يا سيدي اش ماري بالحيط قاقت المنطلقه ونيتي اش لا شو تقول اقصائي حد شو تقول اقصائي حد واش يبان حيت شي جنت كي شي تيليفونين كيف مساكا غلا ابدا ابدا واش يبان حيت شي جنت شي نهار انا ابو ناصر زكي حقي مسرح وطلع اني زو كي حقي مغا ابو ناصر خوش اني غاسل لا ما رانيش شي حاجه اللي تديني قاي اهلام البارح حنا يدي ولان وكجان سي مساكا زي جبولات تيليمين كلشي غاسل المواعيد حقي مغا كيزنتي فوني اللي حدا الجنه غيدياس اصاحبي غيدياس قاش ذو ماس ذو ماس غيدياس وني ذا يازو غيب المشكله كحال شقاك المشكل ينوكر مخزن اقر مخزن شي يمكن انا فنيش كان الشياويات تين تين ولكن في اخر المطاف اش دار عرفت تين قدوم وزماك سمحوا نعم وزما تقبروا فلذا اقي لاني جوست سي ناصرينو سمح لي قطعتش يوداني السوارن في الحوار خلناش ناصر الزفافي اي جهه ديال الدوله المغربيه ممكن ان يتحاور مع ناصر الزفافي قائد الحراك الشعبي ذا كاري يعني من توريد شكل الحوار اي جهه مثلا كيزيد تحاور ناصر الزفافي النشطاء الحراك الشعبي منك ما داري ومثلا هشام راه سمح لي اولا شجع هو القائد النشيط ولكن اتقبل يعني انش وهذه جميه اسمها ناصرينو وزمة تنكال اكيد الجماهير الشعبيه تسماش قائد الحراك الشعبي ديالي تفضل شكرا على اي نلقى انه نشيل دائما نقاط ولكن الدوله ياثا تناور ديك المناوره فنينينات نشيل نقاط انه منذ بدايه الحراك نرفض جميع الاطارات وعلى راسهم الدكاكين السياسية لا حوار مع الدكاكين السياسية ثانيتي لا يختلف فيها يختلف عليها عاقلان ولا يختلف عليها أي حر فنقاء الدولة أنه نش كذا مرة
وجه الخطاب ينو الملك مباشره. نعم نيشو ذي تعجب شي هنا فقق اعداء نشي نحتاج بوص مسرقه شو تجي شينا زوخ الدار نقلا زوخ ما نشي قراسي الدوله غنغمي في حقوقي. كان على الدوله او على النظام انه حتى في حقق المسائل فينا يجن الزمن اعداء لانه ما اولا سيس مناريف يتلقى دعما كبير بزاف تيشاس الاتحاد الاوروبي تيشاس السعوديه تيشاس البطارق الخليج تيشاس ديمقراطيه قناه امريكان تيشاس فرنسا تيشاس اسبانيا شو شحال الجهات الدعم وما خفيه كان اعظم. نشي القراسي الدوله انه اهل الحوار لسنا بعدميين. نشي القراسي الحوار نعم لانه نتفق الشارع باش غنغمي في حقوقي. ولكن الدوله ذوق يطحوا الدولة تعزل طرحها منطقة منطقة الزوات تعزل الزوات كثا قبيتشا استقبيتشا ثمانيني شلات ماني ذا سيفشل وكان ردا في محله نهاو من فرص مسيرة الأكفان أحراد مسيرة خيالية والحمد لله زي الموقع هذا أحيي وأقبل جميع رؤوس وأيادي جميع الأمهات كان غادي فانف داك النظام غاثري في الشارع باش اسنيني المخزن شقي الى جانب كازينو الى جانب بوماغ الى جانب ممي الى جانب جيت تينيقات فاكثر من منقط انه نشي نقى اهلا بالحوار الجاد وفق شروط تحددها الجماهير الشعبيه. فلا حوار في ظل عسكره لا حوار في ظل عسكره لانه الحمد لله نقات الموقع ونيتي. فالدولة ما رجع عدمية وتظهرت أنه عدمية لو خشيت تستجب علمي في الحقوقية ونيتي تسرعت تكشي المسائل قد جان صبيانية. فانقراص معركتنا طويلة بل تستعد لأشكال نضالية من خلالها سنفضحكم وسنكشف أكثر حقيقتكم عبر مخلص قان لأشكالتنا لأنه مات من ترواج عبر الإعلام الصرف الله صح حسن من بعض الإشعاء اليافطات وعظيمة مجرد أكاذيب مجرد أقوي لا أساس لها من الصحة. لا عهد جديد بقدر ما هناك عهد لا زال ديكتاتوريا ظالما وحشيا. لا مخلص قان لا ديمقراطية ولا مخلص قان إنصاف ومصالحة ولا شيء من هذا القبيل. ما لم تحقق الدولة الملف الحقوقي سنستمر للأشكال النضالية ونقاط أنه نشين نراهم على مسيرة مليونية إن شاء الله قنبذو مسيرة مليونية غتيري لأنه التخوف في غسل الدولة قوزير الداخلية توجدها باش سنين السفن حركة ضامير حركة السمنة من الحركة فالسيقة قانغ ذاني تيجي جي أفغانستان ومالي غنجي الحركة 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 ايو ذني الحركة الحاكم قبل ما تفهم. نعم الحاكم قبل ما تفهم يعني يلا فهم الحياة فوضام في كمرن وما لا غاكم شي نكار عاد مسنا شي نقارس كل من سيسيء لهذا الريف وكل من يسعى الى نصف الحراك قال لها ما نجيت تفرسني كذا سالت نجيت تفرسني كذا بعرك تخرج تجيب ودي تفرج جاي واش تعكل حدا مغاسني كاع يمسؤولي المغان راني تتكر حيض حيض ومن الموقع عوانيتي مغاسني كاع يا عصام المنبوذ ني الحقير الخسيس الخبيث ني وني يكيت جان عاد روح يتكر حيض حيض يتنفسير يشيثو الحيان بقى غايا يتما شو يتما المعركة طويلة سننتصر لأن الإرادة النقوية تحية نضالية لجميع الأحرار والحرائر أيتما فوز كفوز حما انا وضع نحقق من الزو ونتقاد شكون سوا الطاس. تحياتنا للشيخ خضر في العالمين. أيتما سيتما المتابعين المتتبعين أراغي تي في إرادة جماعة كلينخ مباشرة ذني تنقل حسيمة نستضيف ثومة تنخ نصير صدفة فنشين العنوان غاح قيل لايف جولة في شوارع الحسيمة وبهذا نتفاجأ ثومة نصير مسرقة كيسيدك شي حاجة سبورت وايث ماثناخ اذا غدي زرين داني تانو سين غاخ مارا فتحيه في كنو جميعا فزرين ناصر الزبزافي يسجل بزاف الملاحظات ويوضح بزاف نتم سراين زيكسن الاوديوهات اللي ظهر في فيسبوك ظنات نتجيرت فناصر الزبزافي تعارض تم سراين فينا يقراكم يخسن من فوز بفوسيري فين مره والند غيظ عند الخائن قارف الياس ميكا تابعركانت حركه الضمير لمن لا ضمير له حق قبل ما تفوق تحيه نضاليه المتتبعين لكل الاحرار والحرائر هشام العتوتي اراغي تي في.